كوالد أنت أهم شخص في حياة طفلك. كل الأطفال والمراهقين لهم الحق في حياة جيدة وصحية مع الأصدقاء والعائلة. يجب أن تتاح لهم الفرصة للتطور والنجاح، كما يجب أن يحصلوا على تعليم كالبالغين حتى تتاح لهم الفرصة في الحصول على العمل ويتمكنوا من إعالة أنفسهم. ومن مسؤولية الوالدين رعاية الأطفال والتأكد من أن الطفل قد حصل على رعاية ونمو مساو للأطفال الآخرين. إن جزءاً كبيراً من حياة الطفل يقع خارج نطاق الأسرة، ولذلك فمن المهم أن يراقب الوالدان حياة الطفل اليومية عن كثب، سواء في المدرسة أو في أوقات الفراغ. ومع ذلك لا يحصل جميع الأطفال على الدعم الكافي من الوالدين حتى يتمكنوا من الأداء الجيد في المدرسة أو في أوقات فراغهم. هذا يعني أن الأطفال لا يتطورون بشكل جيد، بما يمثل صعوبة لهم في الحصول على تعليم أو وظيفة. وعلى أي حال يمكن للوالدين الحصول على مساعدة لتقديم دعم لأطفالهم، يساعد الآباء والأمهات والمعلمون والأخصائيون الاجتماعيون في ضمان أن جميع الأطفال والشباب قد حصلوا على رعاية لتحقيق حياة جيدة حتى عند وصولهم سن البلوغ. مرحبا، شكرا جزيلا لقدومكم. لقد قامت البلدية بدعوتكم لهذا الاجتماع، وحضور مثل هذا الاجتماع يعتبر أمرا هاما حتى يمكننا التحدث عن كيفية مساعدة ومساندة طفلكم الآن وفي المستقبل، وهذا هو ما سيناقشه هذا الاجتماع. كوالد يمكنك مساندة طفلك على سبيل المثال عبر هذه الطرق. تأكد من أن طفلك يذهب إلى المدرسة. شارك في اجتماعات مجلس الآباء مع المدرسين في المدرسة. شارك طفلك في الأنشطة الترفيهية مثل الرياضة والموسيقى. أعد مع طفلك جدول مواعيد على سبيل المثال فيما يتعلق بأوقات النوم أو عدم الخروج. شارك في برامج تربية الأبناء. كن على دراية بما يفعله طفلك في أوقات الفراغ ومع من يلعب. شارك في الاجتماعات الأخرى الخاصة بمساعدة ومساندة طفلك. أنت الآن على دراية بموضوع الاجتماع. شاهد هذا الفيلم عن الطفل علي الذي يبلغ من العمر 15 سنة. هل تعرف ماذا يفعل طفلك ومع من يلعب أثناء اليوم؟ أهلا علي، هل أنت متأخر في الاستيقاظ؟ إنه منتصف الليل تقريبا في مساء يوم ثلاثاء عادي. بلغ علي سن 15 سنة منذ فترة وجيزة، وهو يقضي وقته مع أصدقائه الأكبر سناً قليلاً. الأولاد الصغار مزعجون ويقومون بإزعاج السكان المحليين. جاء عامل صيانة بالشارع وسأله هذا السؤال. علي لا يجيب، وتكلم أصدقائه بصورة غير لائقة مع العامل. يعرف عامل صيانة الشارع علياً لأنه منذ عدة أشهر قليلة شارك في إحداث تخريب خطير بالمدرسة مع أولاد آخرين. وفي ذلك الوقت حضر عامل صيانة الشارع اجتماعاً بالمدرسة مع علي ووالدي علي والأخصائي الاجتماعي. يجلس علي مع مستشار المدرسة، يريد معرفة إذا ما كانت هناك إمكانية الحصول على تدريب مع نجار. قال علي، أريد أن أكون نجاراً. تطلب بعض الشركات أن يكون المتدرب لديه سجل جنائي نظيف. يعرف علي أن الاستمرار في ارتكاب جرائم قد تفقده الفرصة في الحصول على تعليم. قال المشرف أن حصول علي على تدريب مع نجار قد يساعده في المدرسة. وذكر المشرف أيضاً أنه من الضروري عدم ارتكاب علي لأي شيء مخالف للقانون والوقوع في مشكلات مع الشرطة، مما يجعل من الصعوبة إيجاد شركة تعمل على تدريبه. ولكن علي تعب من المدرسة، وليس لديه العديد من الأصدقاء في المدرسة، فهو لذلك يظل مع أصدقاء أكبر منه سنا فقط.
ولأنكما والداه ينبغي عليكم رعاية طفلكما حتى لو كان في مرحلة المراهقة أو كان يعيش مستقلاً. من المهم المشاركة في حياة طفلك ومنحه الدعم والمساعدة إذا كان يعاني من المشكلات، على سبيل المثال يرتكب جرائم. علي، إلى أين ستذهب يا علي؟ أنا سأخرج وحسب. يتميز علي بأنه ماهر في تجنب الحديث مع والديه عن ما ينوي فعله، وهما لا يتفقان على منعه من الخروج قبل خروجه. أين أنتم متواجدون؟ يشعر عامل صيانة الشارع بالقلق للغاية بشأن علي وما يقوم به عندما يكون خارج البيت في المساء والليل. والبالغون الذين هم أقرب إلى الأطفال والشباب في حياتهم اليومية لديهم مسؤولية ضمان أن يكونوا آمنين ومأمونين. وأخصائيو البلدية لديهم مسؤولية مساعدة الوالدين في خلق ظروف جيدة لتنشئة الأطفال وإتاحة الفرص في المستقبل إذا لزم الأمر. يحتاج علي مساعدة من والديه والبالغين الآخرين الذين يتعامل معهم في حياته اليومية، وفرصه في الحصول على تعليم ووظيفة تعتبر في قطر. يعبر عامل صيانة الشارع عن قلقه بشأن علي لأخصائي العائلة والمدرسة. تمت الموافقة في الاجتماع السابق المنعقد بين الأخصائي ووالدي علي على أن الوالدين يضمنان حضور علي المدرسة وحصوله على قسط كاف من النوم، وبذلك يستطيع أداء العمل بشكل جيد في اليوم التالي. ولكن علي لا ينام ولا يذهب إلى المدرسة. دائما بتتدخلي لما أحكي معه. لو أنت ما بتتدخلي لما أحكي معه. تم استدعاء والدي علي مرة أخرى لحضور اجتماع في البلدية. قابل الوالدين أخصائياً اجتماعياً وتحدثوا عن كيفية مساعدة علي معاً في مواجهة مشكلاته مع أصدقائه والجريمة، وناقشوا أيضاً كيفية ضمن حضور علي إلى المدرسة باستمرار وحصوله على قسط كاف من النوم وحصوله على حياة صحية أفضل كي تصبح لدى علي الفرصة للحصول على التدريب الذي يريده. إن هذا الأمر مهم له ليكون قادراً على العناية بنفسه في المستقبل. مرحباً، شكراً جزيلاً لقدومكم. المشاركة لتنمية طفلك وسعادته.